والبرنامج اللي مسطرينه نرفع الناتج القومي تاعي بهذه الاستثمارات 7000 استثمار وتجيها آلاف استثمارات أخرى. ننتج الحديد نتاعي مش ما نستوردوش الخام كراج بيلات. أنا شفت التصريحات تاع الزعيم الراحل رحمه الله وطيب ثراه سي بومدين، لما يتكلم على كراج بيلات يتكلم هو يتنهد، يعني باغي يدير وما خلاوهش ولا ما ساعدوش باش يدير. يرتاح دروك سي بومدين رحمه الله. كراج بيلات دخلت في ليكواسيون ايكونوميك الجزائريه. رانا نديرو في السكه الحديديه باش لو مينري يمشي من كراج بيلات 250 كيلومتر على تندوف يوصل الميناء نتاع بطيوه تاع وهران، ومن ثم يمشي لعنابه ويمشي لجيجل. لان غوفرني سي بريفوار، ولا واحد عنده الحق يقول ما كنتش عارف. قول كنت عارف وما قدرتش قول، ولكن اليوم مع تقدم اللي حصل في انتاج الحديد والصلب، انا اعطيتكم الارقام قبيله، لازم نستورد دروك سنويا مليار و300 مليار و400 مليون دولار تاع مينري دو فار باش نمشي المصانع تاعي. بهذه مليار ولا مليار و200 ندير الحديد نتاعي كراج بيلات مهما كان السعر تاعها، انا نخلصها دينار ونخدم جزائريين وخالق مناصب شغل، ويوصل الحديد للمركبات نتاعنا ونصبح الاقتصاد الوطني الجزائري عنده اون برودكسيون داسيي انتيغري المينري نتاعو والمصانع نتاعو. ما كانوش يحلموا بها